السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نوريكم واحد ترانسفورماسيون غنديرو انا في واحد الدوش اللي كان هنايا. كما غتشوفوا هنايا انا كنت درت الفيديو التمسح ليا، كان هنا حيط هذا كان سيباري، كانت هنا غير طواليت اون فاس وهذا لاف مع سرير، وعاد كان هنايا الدخله ديال الدوشيه هذه هنايا، يعني كانت كان جوج بيبان هنايا في الكولوار، كتلقى فيه الدوش الاخر كان في الطوايط تمايا باقا في بلاصتها، والدوش كما كتشوفوا هو صغير. هنايا كاين واحد لافابو برجل ديالو، هذا كان حيط كما كتشوف راه باقيين الجعاب، بعدا نقطعهم ونديرو الترانسفورماسيون ديالنا. دابا حاليا شنو غنديرو هنايا؟ غنسدو هاد الحيط هذا، هاد الباب هادي غتسد غتولي حيط وغتبقى هادي هي الدخله. غنديرو هنايا نحاولو نديرو واحد الموبل افابو موبل، وهاد البلاصه هادي هاد الدرس هذا فكرت بانني غادي نحاول ندير فيه هنايا واحد طوات سبوندي، غنعمر هاد البلاصه هادي بطوات سبوندي تجي اونكاستري، تجي نيشان نيفو مع هاد البلاصه هادي. وهنا غتبقى لنا واحد الدوش، واحد الدوش اللي مولاه راه صيفط لنا واحد الروسيفر ديال الدوش، دابا نوريكم كيفاش داير، اللي غيجينا تقريبا في هاد الطول هذا حتى لهنايا، فيه تقريبا ما عرفتش بالضبط وقع فيه شي متر و40 ولا متر و60. هانتوما واخا تخليكم معنا وان شاء الله نمشيو معكم مرحله بمرحله. دابا حاليا نحيدو هاد السيطر هذا ومن بعد غنكملو الاصلاحات ديالنا. داك الحمام كان بحال هذا، بحال هاد الشكل هذا، كان الحيط طواليت لافابو، هنا كان فيه لافابو برجل والاخر اللي فيه هاديك لافما، هنا حيط وعاد هنا كتجي كتلقى الدوش، لافابو طواليت الدوش. هنايا الدوش ما كانش خدام، كدوش هنايا يعني كما كتشوفوا كيجي الماء كيخرج برا كيخصو تالي يمشي للسيفون، داكشي باش حنايا اضطرينا اننا باش نشركوه في دقه وحده وغنديرو الديكور الجديد ديالنا ان شاء الله. هو لابوز ديال هاد الروسيفر سليم، راه هاكا نيشان كتسيب الما باش كتعرف واش كاين شي فوت لهنا قبل ما تسد عليه. غادي دوز واحد البرينت ديال الرخامو هداك، درنا هدا اللي غيشبه شي شويه لهاد الزليج، غيجي من هنا وغتكون واحد الطبلة ديال الرخامة. غادي تقطعات قطعنا بهاد الكحل هذا باش قطعنا هاد اللون هذا مع هاد اللون هذا. مزيان.